فلا صريخ لهم
رزقهم الله وعد الذين كفروا للذين آمنوا أن يطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون تنصية ولا إلى أهلهم يرجعون فنفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نعمره النكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسوء
واكتبها للذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صلى الله العظيم. أكبر ما كنت والله الذي لا إله إلا هو
الشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. نفخر موجودا verdiler bana selam olsun.
mezhebin. Çevre yanıma gelip oturdular. Muhammed Mustafa'yı birbirine muştular. Dediler oğlum gibi içi bir ol, yaradığın alıcı hala gelmiş değil. Bu senin oğlum gibi kadri cemil, bir anaya vermemiştir ol celil. Ulu devleti buldun ey dildar sen, tuğbi serdir senden ol hulgu hasen. Bu gelen ilmi ledin sultanıdır, bu gelen tevhid irfan kanıdır. Bu gelen aşkına devreyler felek, yüzüne müştakdirin sümelek. Bu gece o gecedir kim ol şerif, nur ile alemleri eyler latif. Dünyayı ol cennet kılır, bu gece şiaya hak rahmet kılır. Bu geceye şadan olur erbabı değil, bu geceye can verir hesabı değil. Rahmet eylil alemindir Muhammed Mustafa, hem şefi'ül müznibindir Muhammed Mustafa. Vasfını bu resme terdip ettiler, ol mübarek nura terdip ettiler. Amin eder çok vakt oldu tamam, kim vücuda gele ol hayrul enam. Susadım gayet hararetten katı, sundular bir can dolusu şerbeti. Şerbeti karşımda tuttu huriler, bunu sana verdi Allah dediler. Kardan akıydı ve hem soğuk idi, lezzeti dahi şekerde yok idi. İçtimane oldu cismim nura gar, gidemedim kendimi nurdan far. Geldi bir akmış kanadı ile revan, arkamı sıvadı kuvvetle hemen. Doğdu o saatte o sultan edeyim, nura gark oldu semavat-ı zemin. Sallu aleyhi ve sellimu teslima, hatta tekalü cennete ve naima. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la Allah'a
نبيك المصطفى ورسولك المرتضى تهيل قلوبنا من كل وسن يبعدنا من شهادتك ومحبتك وامتنا على سنة والجماعة والشرك أنت يا ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا ودعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. مفعل ممدودات عزمتي فحم على محمد مصطفى صلوات يا رب مش جملة عرض شادمان غم يدف عالم يند المبودان جملة ذرات يدها ندف ندا شار شوبا مدد الركيم مرحبا مرحبا أي آل سلطان مرحبا مرحبا أي كان يفان مرحبا مرحبا أي سر فرغان مرحبا مرحبا أي تبدد المان مرحبا مرحبا أي بلبل باغ جمال مرحبا أي آشنا ذو الجبال مرحبا أي مفروش الهدى مرحبا أي حكسن الماي النجبان مرحبا أي عاصمة مرجعي مرحبا أي جالس ذل الأشفعي مرحبا أي جانب أبي مرحبا مرحبا أي قصة مصاقي مرحبا مرحبا أي قرة العين خليل مرحبا أي خاص محبوب جليل مرحبا أي رحمة للعالمين مرحبا سلسل شفيع المذنبين مرحبا أي بعد شاه
من شر الوسواس
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إلهي يا رب العالمين. يا ربي senin rızanı umarak burada toplandık, huzuruna geldik. Boynumuzu büktük, elimizi açtık, bizi kapından dost çevirme ya Rabbi. Ey yüce Rabbimiz, yüce kitabın Kur'an ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur'an okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk, tövbe ediyoruz. Bizi ve cümlemizi bağışla ya Rabbi. Ey Rabbimiz, sırat-ı müstakim üzere daim eyle. Şeytanın bizi saptırmasına fırsat verme. Zikrinle kalplerimizi nurlandır. Rahmetini bizden esirgeme. Bazı yüzlerin ağracağı, bazılarının karalacağı günde yüzleri ağak, gönlü pak olan, sevgili Peygamberimizin levha-i hak sancağı altında toplanan mesut ve bahtiyar kullardan olmayı, onlarla beraber cennete girmeyi ve cemalini seyretmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, ömrümüzü kalan kısmını geçen kısımdan hayırlı eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün iyilikleri senden istiyoruz, bizlere nasip eyle. Onun sana sığındığı bütün kötülüklerden bizler sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin. Affı seversin. Bizi affeyle. Bizi kötülük korktuklarımızdan emin, umutluklarımıza ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi kalplerimizi doğru yola ilettikten sonra bir daha eğitme. Sen lütfukarsın. İstediğini istediğine verensin. Bize dünyada ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Allah'ım bizi ve neslimizi İslam'a ve Kur'an'a bağlı insanlar eyle. Bizi Müslüman olarak dünyaya getirdiğin gibi Müslüman olarak yaşamayı ve Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. Vücudumuzu kaim niyetlerimizi ve sıhhatimizi dair evlatlarımızı amin eyle. Ya Rabbel Alemin. Bizleri şeytanın şerrinden, kötü insanların şerrinden, İç ve dış düşmanların şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, sen bizleri her türlü afetlerden, belalardan, depremlerden, yangınlardan ve düşman istilasından koru.
ülkemizi ve milletimizi ve vatanımızı ilerlet bayları eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz Mevlid-i Şerifi, Sure-i Ayetleri ve Yasin-i Şerifi dergah-ı izzetine kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı, peygamberlerin ilki Hazreti Adem ile son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve her ikisi arasında gelmiş, geçmiş bütün peygamberlerin mübarek ruhlarını hediye edip kabul eyle ya Rabbi. Evliyanın, esfiyanın, alimlerimizin, ahireti imanla gitmiş müminlerin ruhlarını hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. El açarak duamıza amin diyelim. Bütün kardeşlerimizin de geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Özellikle bu mevlidin senin okunmasına vesile olan Melek Hatun'la bütün geçmişlerinin ruhlarına hediye verdik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil Azzeti Amma Yasukun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Cema'a selavat.